النقص ديال ديال الكتاب المدرسي اللي عرفته هذا الدخول. هنا غير راه كانت عندي مناسبه باش طرحت هذه النقطه، بغيت نذكرها. علاش كنهضروا اليوم؟ سنويا عندنا تقريبا واحد 340 كتاب مدرسي، 340 كتاب في جميع المواد من السنه الاولى حتى البكالوريا. 300 كانت واجده في السوق في يونيو المنصرم كانت واجده. في 3 شتنبير كانوا تقريبا واحد 30 اللي وجدات اللي كتباع. شكون اللي بقى؟ بقاو 8 ديال الكتب المدرسيه اللي بعض منهم كانوا غادي ينزلوا السوق يوم 17 حتى اليوم 20 حتى اليوم. اليوم يمكن لي نقول لكم بان غيبقى واحد اللي ماشي في السوق اللي غادي ينزل السوق يوم 3/24. هادو المعطيات ديال هاد الصباح، كتب كامله متوفره، واحد اللي غيبقى اليوم 3. الوغ اللي خصكم تعرفوا بان هاد الكتب كاين المقابل ديالهم. دونك الاساتذه يمكن لهم يقترحوا المقابل ديال الكتب، ماشي مشكل. ثانيا حنا الاسبوع الاول شنو كنديروا؟ كنديروا تقييم المستلزمات، ومع تقييم المستلزمات الاسبوع الاول الاسبوع الثاني والثالث والرابع كيكون استدراك والمواكبه التربويه والدعم التربوي باش نستدركوا داك ونكتسبوا داك المهارات في اطار هذا التقييم هذا، موازاة مع الدروس. ولكن ابتداء من شهر اكتوبر تما في غادي يخصنا داك الكتب. لهذا هذا ما عمره ما كان مشكل، ما عمره ما كان عائق. بالنسبه للقطاع الخاص، القطاع الخاص الكتب المعتمده كتمر من الاعتماد ديال الوزاره، واللي كيشرف على هاد الكتب المدرسيه في القطاع الخاص هما الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين. لهذا الوغ كاين بعض التجاوزات، عاود قلت لك الاعداد الكثيره والهائله ديال الكتب اللي كاينه راه داكشي خيالي. كاين بعض التجاوزات، ولكن كاين لجان على مستوى الاكاديميات اللي كتصدر هذه التجاوزات، وسنويا كتخرج للجنه وكتوقف واحد العدد ديال الكتب المدرسيه اللي ما تمش الاعتماد ديالها. الكلفه دابا حنايا هادشي ماشي مسؤوليه ديالنا، ديال الناشرين. ايطاليا كتقترح واحد الثمن ديال الكتاب باقل كلفه. هادو شركات، هادو الناشرين كيمشيو كيطبعوا تما، كيطبعوا في الخارج. كاين واحد العدد كيطبعوا في المغرب وعدد كبير كيطبع في الخارج. ما يمكنناش حنا كوزاره نقولوا لهم فين طبعوا، ما عمر ما كانت هذه. حتى بعض الصحف وداك الشيء راه كانوا شي وحدين كيطبعوا في الخارج قبل من اولا لا ياك كانوا دي غوفو كيطبعوا في الخارج. لا وبالخدم ها اي بي هادشي ماشي من المسؤوليه ديالنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.